تاريخ الموسيقى العربية الفرقة الثالثة. الموسيقى والغناء في القرن العشرين. بداية نهضة في فن الموسيقى والغناء مع نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، ظهرت بوادر نهضة في فن الموسيقى والغناء تمثلت في تعريبها، حيث تم التخلص نسبيا من تأثير الموسيقى التركية وابتكار بعض المقامات والمسارات اللحنية الجديدة، وإن كان معظمها مقتبسا من الأتراك، إلا أنه تم تمصيرها وإكسابها طابعا عربيا، كما تم تمصير المؤلفات الموسيقية التركية من حيث أسلوب الأداء وتحرير الأغنية المصرية من الأسلوب التركي. أيقظت ثورة 19 شخصية الشعب المصري بشكل عام، فكانت طريق الخلاص من التأثير الغنائي التركي المباشر المتمثل في اللهجة العثمانية. صاحب تلك الحركة بعث للتراث الغنائي الشعبي المحلي المصري من خلال أعمال ناس زي سيد درويش، وبعدين حصل نهضة فنية كبيرة في الغنى العربي بعد تربع أم كلثوم وعبد الوهاب على عرش الغناء. اتجاهات الغناء في القرن العشرين في الربع الأول تمثلت في المسرح الغنائي وموجة من الغناء الهابط والغناء الصوفي. المسرح الغنائي ازدهر وتنافست الفرق المسرحية، وأصبح الغناء الفردي غناء جماعي، وبدأت الأغنية الوصفية تأخذ شكلا دراميا يعتمد على التعبير متخطيا التطريب، اهتموا بمعنى الكلمة أكتر من إبراز إمكانيات المطرب فقط، فأصبح الهدف من الأغنية التعبير وليس الاستعراض عضلات المطرب غنائيا، وإن كان هناك تواجد للكلمات الرخيصة شكل من أشكال الإسفاف والابتزال في بعض المسرحيات. الغناء الهابط. ظهرت موجة من الغناء هابطة انتشرت في أعقاب الحرب العالمية الأولى في الصلاة والملاهي الليلية، دعمتها شركات الأسطوانات التجارية، فجاءت كلمات الأغاني رخيصة تخاطب الغرائز الدونية بأسلوب مكشوف. أخيرا الغناء الصوفي، غناء عاطفي راقي ظهر ليخاطب الوجدان من فرق الطوائف الصوفية التي تنشد القصائد الدينية والقصة النبوية الشريفة والشعر الصوفي. مرحلة ظهور الاسطوانات. كانت الاسطوانات الغنائية اختراع جديد دخل مصر عام 1904، وكان كبار المطربين يتوجسون خيفة منها أن تفسد عليهم أعمالهم وأنها تحل محل حفلاتهم ووجودهم قدام السميعة في الأفراح والحفلات الغنائية. أخذت الاسطوانات تنتشر ببطء حاملة أصوات كبار مطربي ذلك العصر مثل يوسف المنيلاوي وعبد الحي حلمي والسيد الصفتي وغيرهم، وكان المستمع يجلس في المنتدى ويستمع إلى اسطوانتين أو ثلاثة بخمسة مليم. انتصرت الاسطوانات في النهاية على خوف بعض المطربين، فأقبلوا على شركات الاسطوانات زي شركة أوديون وبيضافون يسجلون أصواتهم نظير أجور تقل عن أجورهم في الأفراح وصالات الغناء، لأن الاسطوانات كانت لا تعمل إلا على الفونوغراف، ولم يكن هذا الجهاز الجديد متاحا لكل المصريين، لذلك كان توزيع الاسطوانات في البداية محدود لقلة عدد الفونوغرافات، حيث كان يتجمع عشرات المستمعين حول جهاز واحد، وعن طريق الاسطوانة استمع الناس في أنحاء الوجه الإبلي حتى أسوان إلى أصوات المطربين الكبار الذين لم يكن يعرفهم إلا قليلون. لذلك انهمك كبار المطربين في تسجيل الأدوار والموشحات التي
حفظوها عن محمد عثمان وعبد الحمولي والشيخ المسلوب، والتي لولا الاسطوانات لضاعت هذه الأعمال الفنية. فبعد ما كانوا بس بيعرفوا أسماء المطربين، دلوقتي بقوا يقدروا يسمعوا أصواتهم وأعمالهم حتى أقصي الصعيد. طريقة الغنى قبل اختراع الميكروفون. كان المطرب أو المطربة بيقف أمام مئات المستمعين يغنيهم بصوته مباشرة، لذلك كان لابد أن يمتلك المطرب مساحة صوتية عريضة وصوت قوي ومتمكن في أداء المقامات ومساراتها النغمية، وأن يكون واضح النبرات. وإن لم يتمتع بهذه الصفات فيصبح مغنيا للجلسات الخاصة المحدودة فقط. ومن أبرز أصوات عهد السرادقات نذكر منيرة المهدية صاحبة الصوت القوي، كذلك أم كلثوم وفتحية أحمد ونجاة علي وصالح عبد الحي وعبد اللطيف البنا ومحمد عبد الوهاب. امتلك هؤلاء أعلى الأصوات وأقواها وأكبرها مساحة. كان المطرب يغني سلاس وصلات كبيرة بدون ميكروفون. كان أيضا يغني في الإذاعة على الهواء مباشرة، فيستغرق 3/4 ساعة، يليها فترة استراحة تستغرق نصف ساعة تذاع خلالها نشرة الأخبار، وبعدها يعود المطرب ليغني وصلته الأخيرة التي تختم بها برامج الإذاعة. فلم يكن في الإذاعة تسجيلات، كذلك لم يتواجد من الأنواع الإسطوانات سوى الإسطوانات الحجرية، وهي التي كانت تذاع في البرامج الإذاعية الغنائية. شارع محمد علي. لا يمكن أننا نتكلم عن الموسيقى والغناء في تلك الفترة بدون الحديث عن شارع محمد علي، الذي كان يمثل مدرسة تخرج منها المطربين والمطربات والموسيقيين والراقصات، ومدرسة في فن صناعة الآلات وخاصة النحاسية منها، والرقص البلدي والمواويل والأغاني البلدي. شارع محمد علي كان مملوء بدكاكين الفن، معلق على أبوابها آلات الطرب وأسماء الاسطوانات، وداخل هذه الدكاكين نجد متعهد لحفلات كان بيقال عليه المطيباتي، الذي يلبس زيا مزركشا ويقوم بدور الوسيط بين صاحب الفرح والأسطى صاحبة الفرقة أو المطرب. أهم خصائص الموسيقى والغناء في النصف الأول من القرن العشرين. كان لظهور أم كلثوم ومحمد عبد الوهاب أثر كبير في وضع تقاليد خاصة بالغناء العربي وأسلوب صياغة الألحان. ظلت الأدوار والموشحات مهملة إلى أن تم انعقاد المؤتمر الأول للموسيقى العربية بالقاهرة عام 1932. كمان أدى ظهور المسرح الغنائي ورواده وازدهاره إلى الاهتمام بتلحين الأوبريت والطقطوقة والديالوج والأغاني الجماعية. ظهور الأفلام الغنائية أدى إلى اختفاء المسرح الغنائي تقريبا، وهجرة الأصوات العربية إلى القاهرة وتغيير في شكل ومضمون الأغنية. حصل توسع في استخدام الآلات الموسيقية الأوروبية ذات الأبعاد الثابتة، زي آلة البيانو والأكورديون والهارمونيكا، وكان يستخدم هذه الآلات من الدرجة الأولى الهواة في منازلهم، حيث توفر عليهم مشاكل ضبط الأوتار. دخل التعليم الموسيقي مصر وأنشئ معاهد متخصصة له، وظهرت مجلات موسيقية جعلت من الموسيقى ثقافة يتعاطاها الشعب المصري ككل. كمان اهتم الملك فؤاد ومن بعده فاروق بالموسيقى والغناء من خلال الحفلات والمؤتمرات الموسيقية، وسفر البعثات إلى أوروبا جعلها جزء من ثقافة الشعب المصري. تطورت الأغنية مع بداية الإذاعة اللاسلكية للحكومة المصرية عام 1934، وأدى ذلك إلى تطور الفرقة الموسيقية المصاحبة للغناء.
أما بالنسبة لموضوع الاتجاهات الموسيقية المختلفة التي ظهرت في النصف الأول من القرن العشرين، فكان في فريق سعى للتطور بخطوات ثابتة ويمثله عبد الوهاب والأصبجي، فريق تمسك بالقديم والتقليدي زي صالح عبد الحي وداود حسني وزكي مراد، وفريق ثالث يتنازعه الإحساس بضرورة الحفاظ على الموروث ورغبته في ارتياد أفاق جديدة للغناء إلى التعبير بجانب التطريب في الغناء. كان في اتجاه إلى التعبير بجانب التطريب في الغناء، اتجاه أيضا لاستخدام التوزيع الموسيقي، انتقال الغناء إلى المحافل العامة بجانب المحافل الخاصة، وده طبعا ساعد عليه فكرة الميكروفون اللي قلنا عليها من شوية، ظهور الغناء الذي يميل إلى التحرر من الإيقاع متجها إلى أسلوب الإلقاء الإنشادي الذي يبرز معاني الألفاظ وموسيقيتها اللغوية، غناء الأغنية من صوت وتسجيلها في أكثر من شركة، غناء الأغنية الواحدة بأكثر من صوت وتسجيلها في أكثر من شركة اسطوانات. نوصل في حديثنا لأعلام الموسيقى والغناء في النصف الأول من القرن العشرين. هنلاقي عندنا شخصية زي شخصية الشيخ أبو العلا محمد، اتولد بأحدى القرى في أسيوط، حفظ القرآن وجوده ورتله، ثم اتجه للغناء مقلدا الحمولي، ثم تبلورت شخصيته وأصبح أستاذ لأم كلثوم في الغناء، لحن لها عدة قصائد اهتم بمخارج الحروف والألفاظ. داود حسني ولد بالقاهرة واحترف الغناء متأثرا بمحمد عثمان، ثم اتجه للتلحين فخرج من نطاق التطريب إلى التعبير كما برع في التلحين للمسرح الغنائي، بالإضافة لإجابته لتلحين كل من الدور والطقطق. كامل الخلعي ولد بضواحي الإسكندرية، أجاد تلحين الموشح وساهم في نهضة المسرح الغنائي، كما ترك من مؤلفاته كتابي الأغاني العصرية ونيل الأماني في ضروب الأغاني، إلى جانب كتابه الشهير الموسيقى الشرقية، الموسيقي الشرقي عفوا. منيرة المهدية ولدت بالزقازيق ثم جاءت إلى القاهرة واحترفت الغناء، تميزت ببحة خاصة في صوتها واقترن الغناء عندها بالرقص. سيد درويش ولد بإحدى ضواحي الإسكندرية واعتمد في صياغة ألحانه على أنغام التراث الشعبي المصري، كان طموحا للتجديد، ساهم في نهضة المسرح الغنائي المصري. محمد الأصبجي ولد بحي عبدين بالقاهرة، والده علي الأصبجي كان منشدا وملحنا معروفا، أجاد محمد الأصبجي عزف العود والتلحين، كان مجددا في صياغة الألحان وخاصة عندما يلحن لكل من أم كلثوم وليلى مراد، وله مجموعة من المؤلفات الآلية. زكريا أحمد ولد بالقاهرة، أجاد الغناء المعبر وأجاد التلحين المتنوع الأوزان، كما لحن الأدوار وأدخل الجمل الكلامية التي تتخلل اللحن بأسلوب الإلقاء الإنشادي، أجاد تلحين الطقطوقة وساهم في نهضة المسرح الغنائي. بكده نكون خلصنا حديثنا عن الموسيقى في النصف الأول من القرن العشرين. شكرا لحسن استماعكم.